السماء بناها الله جل وعلا. في السودان هنا عندنا من الدجالين والمشعوذين واصحاب العقائد الباطله، واحد قال انا عرشها، ده في كتاب بتاع الختميه، والله لقد ضل وما كان من المهتدين. قال انا عرشها والكرسي انا، قال انا للسما بانيها، ولولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. سبحان الله، انت ما دام بنيت السماء والارض وده كله في يدك، تاني الحياة لك شنو؟ قال ولولا الحياء من ربي، وده متناقض ذاته مع كفره وضلاله، ده تناقض. انت كان بنيت السماء وانت السماء والارض والعرش، انت ما بتستحي ذاته تاني يا اخي، انت استحيت وقت قلت الكلام ده، خلي تقول ها لولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. ربنا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، السماء فوق ليك كأنها بتحفظك القبة زي العرش فوق ليك وشكلها مقبب. قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سبحان الله، آيات عجيبة، في كل شيء آية تدل أنه الجبار، أنه الملك، أنه الحق، الخالق الرازق المدبر جل وعلا. بعد كله ناس يجوا يلجأوا لغيره، من العبيد الضعفاء، من المساكين اللي ما عندهم حاجة. عشان كده ربنا بعد ما تكلم عن نعمه في صورة فاطر قال تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، أي مخلوق، نبي، ولي، صالح، ما صالح، أي مخلوق، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون، ما عندهم حاجة. يا أخي أنت بتدعو لك زول ما عنده شيء؟ هسه الناس يمشي للقبور، يمشي للموتى، يلجأ لهم، يستعين بهم. ربنا يقول لك ذلكم الله ربكم له الملك، الملك ده كله حقه، سماوات وأرض وجبال ووديان وسهول كله حقه. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه قال لك ما يملكون من قطمير. قطمير، قطمير ده حاجة تافهة جدا، لو لقيتها في الوطن ما بترفع ذاته، انت ما بتستفيد منها حاجة. الله قال لك ما يملكون من قطمير، وبعد ده كمان ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يا اخواننا زول قطمير ما عنده، قطمير ما عنده، وبعد ده لو دعيته ما بيسمعك. يا سلام يا اخي، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اها، ولو سمعوا، قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. شوف بالله، إذا زول ما عنده حاجة وكان دعيته ما بيسمعك، ولو سمعك قال ما استجابوا لكم. وأسوأ من ده كله، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بعدها قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.